هو ده السؤال اللي احنا هنسأله دلوقتي حالا للحاج عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا هم الاتحاد بقى مسؤول شوية على تنظيم المباريات ديت، رغم انه خارج اختصاصاته، هي اختصاصات في الأصل للنادي وللاتحاد الافريقي، ولكن اتحاد الكرة بقى بصفته عايز يعيد مرة اخرى الجماهير للمدرجات، فمتداخل مع الأندية سواء الزمالك او الأهلي او الأندية الاخرى. حاج عامر اهلا وسهلا بحضرتك، صباحك زي الفل. فكل ابراهيم بيز حضرتك اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيب من وجهة نظرك شايف النهاردة المباراة ودخول الجمهور وما تم فيها وما حدث شيء ايجابي الى اي درجة؟ ولو في سلبيات ايه السلبيات اللي احنا تعرضنا لها علشان خاطر ما يحصلش ده في الماتشات المقبلة ان شاء الله؟ لا طبعا، هو اول حاجة ان امبارح كان الكلام اللي احنا سمعناه ان في اتوبيسات هتطلع من نادي الزمالك، هي بس اللي هتدخل، والعميد طارق سويلم قال ان في 500 داخله على الموقع وهما دول هيخشوا المباراه. 500 يعني لو هما بس اللي دخلوا على النت وحجزوا وحطوا بياناتهم، فمعنى كده ان المفروض ان الطبيعي كان يبقى في 2500 في الملعب. 2500 واحد ماشي، اللي حضرتك شفتهم حوالي 8 تقريبا. هما بيقولوا بحسب التقديرات من 10 ل 12، بحسب التقديرات الله اعلم يعني تختلف هو التقديرات، الملعب بياخد 12 يعني قول 8، نقول 8 ماشي خلاص يعني اوكي. حتى لو 8 يبقى فيه النظام اللي اتعمل مش هو اللي ماشي برضه. تمام. واي حاجه ما فيهاش نظام اكيد ليها سلبيات، والمباريات الافريقيه ومباريات المنتخبات مش معيار خالص، مختلفه تماما عن الدوري. فبالتالي طبعا لا، انا ما مش مطمن ان الجمهور يدخل في مباريات الدوري حتى الاهلي. شوف انت راجل طول ما محترم. النظام اللي بيتقال، طبعا طول ما النظام اللي بيتقال ما بيمشيش، فالافضل ان احنا نفضل زي ما احنا ونخلي التجربه على الانديه في المباريات الافريقيه والمنتخبات بس، طيب يعني احنا لان ما دلوقتي بيبقاش فيها تعصب اللي هو ايوه اللي ممكن يؤدي الى اضرار. يعني من وجهة النهارده نظر طبعا اكيد الزمالك والاهلي في غرامات هتتاخد وهيرجع الضرار، الناس بتدخل من غير فلوس والانديه بتتغرم فلوس، الغرض اصلا من الجمهور ان هو بيساعد الانديه مش موجود، ولا ماديا ولا معنويا. الناس تفضل قلقانه وتتغرم فلوس وتدخل لها غرامات. لا الموضوع لازم عايز تفكير طبعا والتفكير كويس. يعني طيب ده شيء ايجابي منك جدا ان حضرتك رصد الموضوع ده معانا، علشان بس سبب بسيط، لانه احنا انا كنت لسه بتكلم في المقدمه على الموضوع ده، فكره التنصل من المسؤوليه او اعلان المسؤوليه. يعني في ناس تقول لك طب النهارده الماتش عدى اهو زي الفل، طب انتوا عايزين ايه؟ في ناس تانية يقول لك احنا كنا محذرين والماتش عدى، ما تفتكروش ان الماتش عدى كده، ده معدي صدفه، معدي عشان ربنا بيحبنا، لكن احنا ما طبقناش النظام. فاحنا ما بين الحاجتين الحقيقه، وما بين الحاجتين يبقى احنا محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا شوية علشان نرصد اللي حصل في المباراة دي. وانا بشكرك جدا ان انت حطيت ايدك على الموضوع، لانه انت جوه القصة اكتر مننا وشايف وعارف، فبحكم ده انت بتقول انه النظام اللي كان المفروض متفق عليه لم يطبق، وبالتالي حضرتك غير متحمس لعودة الجمهور، لانه ترى انه كسر النظام ده شيء غير ايجابي على الاطلاق. ده يخليني اسأل، ده يخليني ان مفيش تفتيش، يعني الموضوع مفيش التمارين تفتيش دوت كان واضح ان ما حصلش تفتيش، وطول ما فيش تفتيش يبقى في خطورة على المدرجات والناس اللي جوه، احنا ما نضمنش حد يدخل لأي ظرف من الظروف ان هو يحصل حاجه بعد كده كله هيهرب من المسؤوليه. تمام. لا كل واحد اللي يطلع يتحمل المسؤوليه. طيب مش هنقدر نقفل باب المجاملات سواء من المسؤولين عن الملعب، عن تأمين الملعب، ناس كتير بتخش من طريقهم، المسؤولين مجالس ادارات الانديه ناس كتير بتخش عن طريقهم. لا الامور صعبه، شفت الواقع اللي بيخش الملاعب عارف ان في مشاكل كتير، وطول ما احنا مش هنطبق النظام ونقول ان في 2000 النهارده هيدخلوا، وحضرتك تخش تلاقي ال 2000 فعلا اللي موجودين، كلامك في هنا منتهى يبقى عندك الأهمية، الجرأة، كلامك في منتهى الأهمية الحقيقة. عندك الجرأة انك انت تفتح للجمهور مباراة الدوري، انما تقول 2000 وتلاقي 10 وتلاقي 20 وتلاقي شماريخ، معناها ان مفيش نظام اتطبق ومفيش تفتيش، ودول اخطر حاجتين طبعا على اي مباراة. من وجهة نظر حضرتك الشماريخ دي دخلت ازاي؟ لا هم لهم مليون طريقه، ده لعيبه طريق. بتدخل ومسؤولين بيدخلوا، ممكن يساعدوا الناس وممكن تبات قبلها بيقوم مع حد، يعني في امور كتيره لهم مليون طريقه ما بيغلبوش يعني. طيب خليني اسال حضرتك، ده له اي تاثير على مباراه النادي الاهلي المقبله في برج العرب، مباراه العوده بالنسبه للفريقين حتى كمان مش بالنسبه للاهلي بس؟
لا هم اكيد في افريقيا لازم طبعا هتكمل الموضوع، لان هيقول لك اشمعنى دخلت الزمالك وما دخلتش الاهلي، هنخش في النغمه ديت. فالامن هيريح دماغه والمسؤولين هيضطر يدخل للنادي الاهلي، ولازم ندخل المقاصه، ما دام هتدخل النادي الاهلي بالظبط كده. المقاصه محتاجه جمهور في الفيوم. وبدأوا ان كان يتكلموا من المقاصه دلوقتي. طبعا عن تجربه سابقه عندهم التزام بالنسبه لجمهورهم هناك اللي تمام بيحب الكوره فعلا. تمام بس اتمنى يبقى في تفتيش، واتمنى ما نلاقيش شماليخ طلع، لان ده بيأكد على ان التفتيش تم وان الناس منضبطه. فنتمنى يعني المباراه دي بتاعت الانديه تبقى انا بس يعني كنت حابب اسال حضرتك سؤال، واذا كنت حضرتك عايز تجاوبني عليه مفيش مشكله، مش عايز ترفض التعقيب ما انا ما عنديش ازمه. هل الطريقه اللي تم بيها توزيع التذاكر داخل نادي الزمالك من قبل رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره والدعوات وحضور العدد من ده من الجماهير، وبعدين احنا بنتكلم ان الوزاره واتحاد الكره كان بيقول عن طريق مواقع الانترنت، هل ده اتفاق تم، يعني هل ده امر تم الاتفاق عليه، ولا احنا كده بنتكلم على جزئين ما لهمش علاقه ببعض، نادي ووزاره واتحاد كره؟ يعني الحقيقه يمكن ممكن ده ممكن يبقى مفاجاه لحضرتك، انما انا ما دخلتش ولا اعرف ايه اللي دار بينهم، وهل في اتفاق ولا ما فيش اتفاق بين اتحاد الكوره والنادي ونادي الزمالك على الطريقه ديت. ما فيش انما اللي اتفاق؟ اعرفه انا ما اعرفش ان في اتفاق ولا لا، ما تعرفش؟ انا مش داخل في الموضوع اصلا بتاع الجمهور. المفروض العميد سرعت هو اللي مفضي الكلام دوت من اتحاد الكوره وفي نادي الزمالك، انما كلامهم متناقض مع بعض. الكلام اللي طلع ان نادي الزمالك عايز يامن ان اللي داخلين بس هم اللي طرفوا، ايوه وهم المتأمنين الأتوبيسات اللي ايوه طالعة من النادي، اه فمفيش حد هيهرب حاجة، اه مفيش شماريخ هتخش، اه والكلام ده ما حصلش النهاردة. ما حصلش. والناحية التانية الاتحاد الكورة قال لك في 500 بس اللي دخلوا وحطوا بياناتهم. طب معنى الكلام ده وقت كام أتوبيس؟ لأن الأتوبيس بياخد 50 فرد. معنى طالعة كلام من نادي الزمالك كام أتوبيس؟ تحسبها حضرتك مع ال 500 بتوع اتحاد الكورة، هتلاقي في 6000 دخلوا زيادة، ولا من هنا ولا من هنا. فدليل ان كل الكلام اللي بيتقال ما بيحصلش. فمش عايزين نستنى لغايه ما يحصل حاجه يا فندم. لو حصلت يضطروا حاجة ان كل واحد النهاردة، هيتهرب تاني، ايوه يقول لك انا بالظبط ما كده، لو قلتش، حصلت حاجة يقول لك النهاردة لا ده ما حصلش، وفي الاخر بالظبط. الامن هيشيلها ونرجع تاني لنقطه الصفر. حاج عامر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حاج عامر حسين رئيس مجلس المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، هي هو ده يعني ايه بيت القصيد زي ما بيتقال، النهاردة لو كان حصل حاجة تفرق الدماء على القبائل بين النادي وما بين اتحاد الكوره وما بين الاتحاد، يقول لك الاتحاد الكوره يقول لك احنا بنساعد، احنا مالنا، احنا قلنا نعمل كذا كذا كذا، والمسؤولين عنهم هم ال 500 واحد بتوعنا، او هم 500 واحد الحاجز عن طريق الانترنت. وارد جدا في اي لحظه من اللحظات كل اللي بيتعمل وكل الشغل اللي بتعمله وزاره الشباب والرياضه، حقيقه يعني ان وزاره الشباب والرياضه بتبذل مجهود كبير جدا في موضوع عوده الجماهير، ومعاها وزاره الداخليه والناس ضغط عليهم جدا عشان موضوع الجمهور. بس احنا بنتكلم برضه في نفس القصه، احنا بنلف وندور حوالين نفسينا، احنا لسه في نفس الازمه على فكره. النهارده لو كانت حصلت حاجه مش هيبقى محلك سر، يعني مش هيبقى ارجع بقى وشوف انت كنت فين ونرجع تاني لنقطه الصفر، كنت ترجع اكتر بكتير جدا جدا من نقطه الصفر، وده اللي بنحذر منه، ده اللي بنتكلم فيه او دايما